السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة من السلسلة اللي بنقدمها عن خشونة الركبة وعلاجات خشونة الركبة ومشاكل خشونة الركبة، وجالنا طلبات كتيرة بخصوص الطرق الطبيعية والوصفات الطبيعية لعلاج خشونة الركبة. هنقدم النهاردة الموضوع النهاردة موضوع كويس جدا عن طرق علاج خشونة الركبة بأفضل الطرق الطبيعية عن طريق الوصفات الطبيعية. تابعوا معنا الفيديو ده، فيديو مهم جدا. خشونة الركبة من أكثر الأمراض انتشارا في هذه الأيام، وقد تصيب الكثير من الناس، وهي ناتجة عن تآكل الغضاريف الناعمة اللي بتغطي سطح المفصل وبتحميه. وطبعا بعض المرضى بيلجأ إلى بعض الأدوية عشان تخفف الألم وتقلل حدة الألم، لكن احنا بنقدم النهاردة مجموعة من النصايح والعلاجات الطبيعية لخشونة الركبة عن طريق العلاجات ديت او عن طريق الوصفات الطبيعيه دي. هنخفف الالم، هنخفف الالتهاب، هنخفف حده المرض، وهنقلل تطور المرض ان شاء الله. خليكم معانا وهنبدا دلوقتي العلاجات الطبيعيه لخشونه الركبه عن طريق بعض الوصفات الطبيعيه. اول حاجه هو الخردل. الخردل ده من الحاجات الكويسة جدا اللي بتسبب تخفيف للألم وتحسين الدورة الدموية في المنطقة المصابة. طريقته ازاي؟ بننقع الركبة في حوض من المية الدافية المضاف إليه معلقة كبيرة من الخردل لنص ساعة 3 مرات أسبوعيا. يعني بتجيب الركبة وتحطها في حوض في مية دافية وفي معلقة كبيرة خردل وتسيبها نص ساعة 3 مرات في الأسبوع. أو طريقة تانية، تدهن الركبة ليلا قبل الذهاب الى النوم قبل ما تنام بالخردل، مع الحرص على ان تكون دافية الاول الركبة عن طريق استخدام كمادات دافية يعني. او تالت طريقة، انك بتدلك ركبتك عن طريق زيت الخردل في حركات دائرية مع الحرص على تغطيتها باغطية بلاستيكية. بعد ما تحط زيت الخردل حاول تلف الركبة بكيس بلاستيك، او استخدم المناشف الدافئة اللي هي الفوط الدافية لتطبيق الحرارة لمدة دقائق عشان تحتفظ بالحرارة على الركبة، مرتين يوميا لمدة أسبوع أو أسبوعين. تاني طريقة أو تاني وصفة عن طريق استخدام الزيوت الطبيعية. تدهن الركبة المصابة بخليط من كل الزيوت الآتية: الكتان والثوم والنعناع والحبة السوداء. ادهنهم 3 مرات في الأسبوع، هتخفف لك الألام وتخفف لك الالتهاب وتقلل كمية التورم اللي موجود في الركبة. تالت طريقة، استخدام البابونج. البابونج ده مهم لأنه بيقلل حالات الألم، بيقلل الالتهاب وتورم الركبتين. لما تكون الركبة فيها تورم البابونج ممتاز، عن طريق برضو زيت البابونج بتدهن بيه الركبة 2 لـ3 مرات في الأسبوع. رابع طريقة، المية الدافية والقرفس. حاول تتناول كوب من الماء الدافئ يوميا على الريق مع الإكثار من تناول القرفس. يعني حاول تشرب مية دافية كتير الصبح، وكمان تشرب عصير كرفس. الطريقة الخامسة هو عن طريق التين والزيتون. حاول تاكل كميات كبيرة من التين منقوع في زيت زيتون حوالي 7 حبات يوميا لمدة 40 يوم. استخدام زيت الريحان. دلك الركبة المصابة في عكس اتجاه عقارب الساعة بخليط زيت الريحان وزيت الحكيم مرة يوميا، خاصة في الوقت المبكر من حالات الخشونة، يعني لما تكون خشونة لسه بادية، حيث انه بيعمل على تخفيف الالام اللي هو زيت الريحان. ولو معاه زيت الحكيم بتلاقي ان الحاجات دي موجودة عند العطارين وسهلة جدا، بتجيبها وتعمل الخلطة ما بين الاتنين بنسب متساوية وتحاول تدهن بيه الركبة. الكمادات الدافية مهمة، 2 لـ3 مرات في اليوم لعدة اسابيع لغاية ما الالم يخف. القرفة. القرفة واحدة من الأعشاب الفعالة في مشاكل خشونة الركبة فعلا بسبب خصائصها المسكنة. اشرب كوب من الماء الدافئ المضاف ليه معلقة من القرفة مع معلقة صغيرة من العسل يوميا كل صباح، ومن الأفضل شربه على الريق. يجب على مرضى السكر تجنب تناول هذا المشروب إلا بعد أنه يستشير طبيبه المعالج. خلي التفاح. هو فعال في استعادة زيوت التشحيم وبالتالي تقليل الألم وزيادة القدرة على الحركة. اشرب كوبين من الماء المضاف إليهما معلقتين من خل التفاح على مدار اليوم يوميا حتى يتم الشفاء. طبعا الناس اللي عندهم مشاكل في المعدة والناس اللي عندهم مشاكل في الاثنى عشر ما ياخدوش موضوع خل التفاح، لانه هيزود موضوع التهاب او قرحة الاثنى عشر او المعدة. او ممكن تنقع ركبتك في مية دافية مضاف اليها كوبين من خل التفاح
30 دقيقة يوميا لعدة أيام. أيضا يمكن تدليك الركبة بخليط خل التفاح وزيت الزيتون بنسب متساوية مرة أو مرتين يوميا حتى يزول الألم. استخدام الفلفل الأحمر اللي هو الفلفل الحراق يحتوي على خصائص من شأنها تقليل وتخفيف الألم الركبة. ببساطة ضع معجون معلقتين من الفلفل الأحمر ونص كوب من زيت الزيتون الدافئ على المنطقة المصابة مرتين يوميا لمدة أسبوع على الأقل. يمكن أيضا وضع كمادات من خليط نص معلقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر مع كوب من خل التفاح على الركبة لمدة 20 دقيقة مرتين يوميا حتى يقل الألم يعني. الزنجبيل فعال في تخفيف الألم بسبب خصائصه المضادة للالتهابات. اشرب كوبين إلى 3 أكواب من شاي الزنجبيل المضاف إليه القليل من العسل وعصير الليمون يوميا حتى يختفي الألم. يمكنك أيضا تدليك الركبة المصابة بزيت الزنجبيل مرتين لثلاث مرات في اليوم. الكركم بيحتوي على مادة الكركمين بالإضافة إلى خصائصه المضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات فتساعد على تقليل الألم. ببساطة اشرب كوب من الماء الساخن مضاف إليه نص معلقة صغيرة من بذور الزنجبيل ومن الكركم مرتين يوميا، أو اشرب كوب من الحليب المضاف إليه معلقة من الكركم والقليل من العسل مرة واحدة يوميا، مع الحرص على تجنب تناوله للمرضى المواظبين على أخذ أدوية منع تجلط الدم. الناس اللي بتاخد أدوية لمنع تجلط الدم ممنوع عليهم خلطة الكركم دي. عصير الليمون، حمض السيتريك الموجود في الليمون يعمل كمذيب لبلورات حمض اليوريك. يعني لو شخص عنده خشونة ركبة نتيجة زيادة في حمض اليوريك اللي هو بتسموه النقرس المسببة لبعض أنواع التهابات، اربط ركبتك المصابة بقطعة قماش قطنية ممزوجة بزيت السمسم الدافئ والمضاف إليها عدد شرايح ليمون 10 دقائق مرتين يوميا، أو اشرب كوب من عصير الليمون المخفف بالماء الدافئ مرة كل صباح على معدة فرد. بذور الحلبة، ضع معجون معلقتين من مسحوق الحلبة مع قليل من الماء، يعني خد معلقتين من الحلبة مع شوية مية وامزجهم كده واعمل خليط وادهن به المنطقة المصابة من الركبة لمدة 30 دقيقة مرتين يوميا لمدة أسبوع. زيت الكافور فهو مسكن طبيعي بالإضافة إلى خصائصه لتخفيف الألم. دلك الركبتين بخليط من خمسة إلى 7 قطرات من زيت الكافور وزيت النعناع ومعلقتين من زيت الزيتون المخزن في زجاجة داكنة بعيد عن أشعة الشمس المباشرة مرة يوميا لعدة أسابيع. نيجي بعد كده لزيت بذر الكتان. هو غني بأحماض الأوميجا 3 الدهنية الجيدة في إنتاج الهرمونات اللي بتقلل من ألام الخشونة والتهاباتها. فقط إنك بتستخدم زيت الزيتون إنك بتدلك بيه الركبة المصابة على الأقل مرتين يوميا. بذور السمسم، حاول تتناول 4 معالق كبيرة من بذور السمسم الخشنة يوميا، لكن تجنب طحنها بالمطاحن الكهربائية أو استبدالها بالهون. إنك بتستبدل بدل المطاحن عشان ما تفقدش الزيوت الموجودة في السمسم عن طريق إن لو أنت طحنتها في المطاحن الكهربائية خلطات يعني، لكن كسرها أو اسحقها أحسن في الهون علشان تحتفظ بالزيوت بتاعتها. عصير القرفس، لو أنت وظبت على استخدامه كنظام غذائي فبيساعد على تخفيف الألم المصاحب لخشونة الركبة، تناوله بانتظام يوميا. طبعا هذه العلاجات فعالة خاصة في المراحل الأولى من خشونة الركبة، لذلك يجب عليك استشارة طبيبك أولا قبل تجربتها لمعرفة هل هي ملائمة لحالتك الصحية ولا لا. يعني مش كل شخص عنده خشونة هيستخدم الوصفات دي فقط للي عنده خشونة من الدرجة البسيطة الأولانية. فأنت قبل ما تستخدمها اعرف الأول الدرجة اللي عندك إيه عن طريق اللي هو الدكتور أو الأخصائي اللي أنت بتتعالج عنده اللي هو متابع حالتك، وشوف حالتك دي ايه وقول له هل الوصفات دي مناسبة ليك ولا لا، لان ممكن تكون حالتك ما تستجبش للوصفات دي. كده يبقى احنا انتهينا النهاردة من موضوعنا وكان عنوانه علاج خشونة الركبة بافضل الطرق الطبيعية. 18 وصفة طبيعية استخدمناها لعلاج خشونة الركبة وتخفيف الالام وتخفيف الالتهابات داخل الركبة. بنتمنى يكون الفيديو عجبكم ويكون مفيد، وياريت تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم الفيديو، شارك الفيديو مع أصدقائك، خد رابط الفيديو وانشره على الواتس أب وعلى التليجرام وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التويتر. شارك بالقناة بالضغط على العلامة الحمراء اللي موجودة تحت الفيديو، هي العلامة الحمراء هي اللي زي ديت، لو ضغطت عليها يبقى انت كده اشتركت بالقناة بتاعتنا. وبعد الاشتراك في القناة شارك في التنبيهات وإشعارات القناة عشان يجي لك كل يوم الفيديوهات اللي احنا بننشرها يوميا بالضغط على علامة الجرس اللي موجودة تحت الفيديو. لو كان عندك اي استفسار بخصوص خشونة الركبة او اي استفسار طبي اكتب لنا تحت الفيديو في التعليقات واحنا هنرد
عليك، او ابعت لنا سؤالك على رقم الواتس 002-011-266-29-271 واحنا هنرد على اي استفسار او اي سؤال. لو عايز تشوف بقية الفيديوهات اللي خاصة بخشونة الركبة هتلاقي الروابط بتاعتها موجودة في الوصف تحت الفيديو. لو كنت عايز نتكلم عن موضوع معين او مواضيع معينة اكتب لنا في التعليقات موجودة تحت الفيديو، واحنا ان شاء الله بنختار المواضيع اللي بتهم شريحة كبيرة من الناس واللي عليها طلب كبير وبنعمل لها فيديوهات ان شاء الله. بنتمنى للجميع الصحة والعافية، تابعونا في فيديوهات جديدة يوميا ان شاء الله. كان معكم دكتور طارق تركي استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. ممكن تتابعونا على مواقعنا الاجتماعية اللي موجودة قدامكم هي الفيسبوك، تويتر، الانستجرام والجوجل بلس، وده رقم الواتساب بتاعنا اللي بنستقبل عليه الرسائل بتاعتكم والاسئله اللي بنرد عليها. بنتمنى ليكم الصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.